وأخيرا أخذت إجازتي السنوية. مباشرة طلعت أنا وخليل على شركة السفريات حتى أشوف شنو أكو عروض على السفرات. اختياري كان هواية سهل، يعني لازم أروح الدولة ما بين آسيا وأوروبا، أكيد حتكون شيء مميز. لما وصلنا اكتشفت إنه الناس هناك هواي يشبهون العرب بالشكل وبالعادات همين. أكيد تونسنا بوحدة من أهم المدن التاريخية، وشفنا هناك المساجد المبنية على الطراز العثماني، وأكيد زرنا المتحف اللي به هواية تفاصيل عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية. حرامات سفرتنا خلصت كلش بسرعة. شنو البلد اللي زرناه أنا وخليل؟